السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الحافظ الحجة الفقيه الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي، ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. نعم، أحسن. بارك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم قول الحساب حق، وكذلك ميزان، والمعنى واحد، لكن مما ينبه إليه أيضا أن من يحاسب يوم القيامة إما أن يكون عرضا لكتابه أو نقاش أو مناقشة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب، وقال: ذاك العرض. فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا. فهذا هو العرض، معنى أنه يعرض عليه عمله، ثم يقول الله عز وجل عن تلك السيئات: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما تقدم الإشارة إلى ذلك. فهذا العرض يكون بيان النعمة منه سبحانه وتعالى، حيث ستره، ومن ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة وغفر له، وحتى يزول أثر الذنب، حتى يزول أثر الذنب. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وتقدم أيضا إشارة إلى هذا المعنى، وأن كل عبد عليه ملكان حافظان يكتبان كل شيء. وضع كما قال سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، سبحانه وتعالى. فهذا الحساب للمسلم بمعنى العرض، أنه يعرض عليه كتاب، كما في تقدم الصحيحين أنه يضع عليه كنفه، يضع عليه كنفه ويقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كذلك أشير إلى مسألة، وهي مسألة بلا كيف، سبق الإشارة إليها أنها بلا كيف، بمعنى أننا لا نسأل عن الكيف ولا نقول ما هي الكيفية، ليس نفيا للكيفية، لا، أن الله أخبر كما قال المصنف رحمه الله: أنهى إلى أنه استوى، يعني أخبرنا أنه استوى سبحانه ولم يخبرنا كيف استوى، كما أنه أخبر أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فنحن ننتهي حيث انتهى الكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. والسلف قالوا لما ذكروا هذه الآيات، قالوا: بلا كيف، ليس نفيا للكيفية، إنما نفيا لأن نفكر فيها أو ندخل عقولنا في شيء لم يخبرنا سبحانه وتعالى عنه، بل نثبت ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بفضائل الصحابة، ويقول بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم الذين، الصحابة رضي الله عنهم، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وآثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها.
وكان الله قويا عزيزا، وقال وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فيقول لقد رضي الله عن يدينك تحت الشجرة، تحت الشجرة، وهذه بيعة الرضوان في غزوة الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن عثمان، وبلغه بلغ الصحابة أن عثمان رضي الله عنه قد قتل لما بعثه إلى مكة، يبين أنه جاء معتمر عليه الصلاة والسلام، ثم تبين عدم صحة الخبر، ثم بايع الصحابة رضي الله عنهم البيعة على ألا يفروا، وفي لفظ على ألا نموت، وكما قال سلم الأكوع وقال جابر على ألا نفر، والمعنى واحد. والبيعة كانت لهؤلاء الصحابة، وكان عددهم 1400 وكسر نيف، زاد على 400، فمنهم من قال 1400، منهم من قال 1500، جاء في حديث جابر وعبد الله بن أبي أوفى، وكذلك البراء بن عازب، إنهم كانوا أكثر من 1400. فمن قال 1400 حذف الكسر، ومن قال 1500 جبر الكسر. وجاء عند البخاري من رواية عبد الله بن أبي أوفى كنا 1300، وأخبر أنهم ثمن المهاجرين. هذه رواية وردت في هذا، وقد ذكر الحافظ رحمه الله ما يبين أنها لا تختلف مع تلك الروايات الأخرى. والصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنهم، جمهور الصحابة أثبتوا أنهم 1400 أو ينيف قليلا كما تقدم. وقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار، وأثنى على الصحابة عموما رضي الله عنهم في عدة، في سور عديدة من القرآن، في التوبة وفي الأنفال وفي سورة الفتح وفي الحديد وفي الحشر، أثنى عليهم سبحانه وتعالى، وأجمع المسلمون على ذلك. قال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأخبر سبحانه وتعالى عنهم قد رضي الله عنهم، وبا في تلك البيعة التي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم، وقال عليه الصلاة والسلام أنتم، وقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما في حديث جابر عند أبي داود. ورواه مسلم من حديث جابر عن مبشر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار إن شاء الله، وهذا قاله تبركا، إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها بلى يا رسول الله، فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت وإن منكم إلا والدها، فقال عليه الصلاة والسلام ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني كما قال سبحانه وتعالى ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا فضل عام لهم رضي الله عنهم، وفي هذا بيان فضل الصحابة عموما. والعلماء قالوا الواجب الكف عن كل ما نقل مما جاء في القتال والحرب بينهم، هذا هو الواجب، وأجمع العلماء كما قال القحطاني في نونية رحمه الله دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم البعث ينزع كل ما تحوي قلوبهم من الأضغان. فالله عز وجل يرحم ما وقع، يرحم الجميع، القاتل والمقتول ومن كان باغيا ومن كان مبغيا عليه. والله عز وجل سماهم أهل الإيمان كما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأخبر ولا يلزم من كون الباغي أن يكون
معذبا في الآخرة، بل الواجب كف أداه، فقد يكون والواجب بيان الحق في هذا وكشفه. فلهذا قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم وتفضل عليهم، وما وقع من المصائب فإنه تكفير ورفعة لدرجاتهم رضي الله عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب لما قال عمر ما قال كم الصحيحين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعند أبي داود بإسناد صحيح: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإن كانت بمعنى لعل الثابتة في الصحيحين، فهذا بيان فضل هؤلاء رضي الله عنهم مع ما وقع منهم رضي الله عنه، لكن لهذه الحسنات العظيمة تكون سببا لتكفير ما وقع، كذلك ما وقع من الصحابة ما وقع ما بينهم، مع أن المنقول عنهم كما قال العلماء منه ما هو مكذوب، منه ما هو متأول، ومنه ما زيد فيه، وما كانوا متأولين فيه فهم مأجورون. وإذا كان الواحد من أهل الإيمان يؤجر على ما تأوله، فكيف بأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد خاب وخسر وباء بالبيعة الخاسرة والضلال المبين وخذل من عاد الصحابة رضي الله عنهم مع ما لهم من السابقة والأعمال العظيمة والفتوح التي أنارت تاريخ أهل الإسلام. وقد يعمد بعض الضلال وبعض من في قلبه غيظ وحقد على الصحابة فينبش أشياء في الحقيقة لا حجة فيها، ويعمد إلى ناس من الصحابة قد وقع منهم ما وقع ويقول فعل وفعل، وخاصة في قصة فتنة عثمان رضي الله عنه، وفي الفتنة الواقعة، وفي الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية. فذكر عبد الرحمن بن عديس البلوي الذي كان على رأس الجيش الذي جاء من مصر إلى عثمان رضي الله عنه، ووقع ما وقع، وحوصر عثمان أياما وكان على رأس الجيش على ما ذكر عبد الرحمن بن عديس البلوي. وقد ذكروا أنه من أهل بيعة الرضوان، وذكروا أنه دخل على عثمان مع من قتله، وهذا إن ثبت أنه من أهل بيعة الرضوان، إن ثبت هذا فالله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام الله قد رضي عنه، وقد أخبر النبي عليه أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وأن ما وقع منهم من الحسنات فإنها سبب في تكفير ما وقع بعد ذلك. هم ليسوا معصومين، وأنه لا تقع منهم الذنوب وجنس الكبائر، لكن هم لهم من الفضائل ما يكون سبب في محو هذه الوقائع المنقولة عن بعضهم. وما وقع لعثمان فهو رفعة رضي الله عنه له، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد رضي الله عنه. فهذا إن ثبت، مع أن الأسانيد إلى عبد الرحمن بن عديس البلوي في أنه شهد بيعة الرضوان كلها أسانيد ضعيفة، لكن إن ثبت فلا إشكال في ذلك. ووقع ومع أن الجيش دخل في أناس لهم أغراض سيئة وأناس غرر بهم، فهذا واقع. وكذلك ما ذكروا عن أبي الغادي يحيى سار بن سبع، وأنه قتل عمار رضي الله عنه كما هو المشهور، فهذا إن كان ثابتا وقالوا إنه من أهل بيعة الرضوان، فالأمر فيه كما يقال في عبد الرحمن بن عديس البلوي، أن هذا الذي وقع كان منه تأولا وقع منه لأنه يعتقد أنهم في أهباغية، ونقل له أو سمعه كما قيل عن من عمار بن ياسر أنه كان يتوعد عثمان، والقصة في ثبوت نظر،
لأن كون عمار بن ياسر يقول ما يقول في عثمان هذا في الحقيقة هذا موضع نظر، فالقصة في ثبوتها نظر. وما ذكروا من حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتلوا عمار وسالبوه في النار، هذا الحديث صحه بعض المتأخرين، ومنها وفي صحته نظر، في صحته نظر. فإن ثبت الخبر فإن يعني الخبر في ثبوته نظر، الخبر في ثبوته نظر، فالله أعلم. لكن الحديث كما قال عمرو بن العاص لما قيل إن الرسول قال قاتله وسالبه، قاتله وسالبه، وهذا يبين أن الذي جاء لأنه لا يكون لا يسلب بعضهم بعضا في حال بغي، لأن الذي يسلب يكون قصد بذلك المال، قصد بذلك المال ولم يكن عن اجتهاد. لكن هذا لو ثبت، هذا لو ثبت قال قاتل عمار وسالبه ولم ينقل ذلك عنه، فلهذا قال أنكر عمرو العاص أو تأول هذا التأويل. هذا لو ثبت، مع أن القصة فيها في ثبوتها نظر، وما ينقل في هذا مثل ما تقدم، ولذا كل ما ينقل في هذا الباب كله قصد تشويش. وحين يأتي بعضهم ويقول كيف يكون هذا الذي وقع منه لعثمان كذا وكذا أنه يكون ممن يعني عفى الله عنه، يعني هل أنت تتحجر في أحكام الله؟ هل يجوز، هل تتحجر في أحكام الله؟ فالواجب على المسلم أن يوقر الحدود وأن يكون مع ما جاء في النصوص، ينظر إليها بعين الوقار والاحترام، ويقف الموقف الذي يقف أهل العلم، وهذا هو الموقف الصحيح، هو الذي ذكره المتقدمون رحمة الله عليهم حين ينقل مثل هذه الأخبار وهذه الوقائع عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن أثبت الله رضاه، فمن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يجب سخط الله عز وجل، ولم يجد ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان. فهؤلاء من التابعين لهم ذلك بالاتباع بإحسان على طريقتهم رضي الله عنه، فمن كان من التابعين بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، وهذا لا إشكال فيه، لأنه لا بد أن يكون من التابعين بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل أخبر كما تقدم عن هؤلاء في آيات عدة، وقال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر بعد ذلك من جاء بعدهم والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية استوعبت أهل الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم من تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، هذا هو الواجب ترضي، بخلاف من غاضه ما عليه الصحابة والعياذ بالله. هذا كما سيأتي في الإشارة إلى هذا أن هذا أمر خطير حين يغيظه ما ذكره الله عنهم ورضاه عنهم وعفوه عنهم وما جاء فضائلهم رضي الله عنهم. نعم. ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. نعم، فأخبر أنه غيظ للكافرين، وأن من غاضه فعلهم ومناقبهم وفضائلهم وكان في قلبي غيظ عليهم والعياذ بالله، فإنه كما قال سبحانه يغيظ بهم الكفار. ونزع مالك رحمه الله
من هذا فائدة عظيمة العلماء أشادوا بها. قولوا مالك رحمه الله أن في هذا دلالة على أنه من غاضه ذلك فإنه من الكفار، ولا شك أن الذين يغيظ قلوبهم هم الصحابة فيسبونهم ويلعنونهم ويقعون فيهم هم أصحاب هذا المذكور، حيث غاضهم ما غاضهم هذه الفضائل العظيمة ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، وأن هذا لا يكون إلا للكفار والعياذ بالله. ولا شك لأن هذا إنكار لما أثنى الله به عليهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم اختلف العلماء هل ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل أو والإنجيل المثل الثاني؟ قال بعض العلماء يقف عند قوله ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، قال بعض العلماء ذلك مثلهم في التوراة وما ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثل الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أخرج شطأه أي فراخه فآزره قواه فاستغلظ على سوقه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أول الأمر كما بدأ الإسلام غريبا ثم قوي ثم لم يزل يقوى الإسلام ويكثر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم وكان يعلمهم وكانوا يقتسون به ويقتدون به صلوات الله وسلامه عليه حتى قووا وصاروا عصبة عظيمة فأظهر الله الدين. ثم بعد ذلك حصلت الهجرة وحصلت الخيرات العظيم والفتوح إلى أن جاء فتح مكة، ثم بعد ذلك بدأت الفتوح في الجزيرة، ثم بعد ذلك قبض الله نبيه عليه الصلاة والسلام وقد قرت عين نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم سار أصحابه رضي الله عنهم على طريقه في نصر الإسلام ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دينه، فقال بعد ذلك ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. نعم، وهذا ذكر مصنف رحمه الله سبق إليه بعض العلماء كالشافعي وغيره أن قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض وليمكن لهم دينا كما استخلف الذين قبلهم، يعني بني إسرائيل حيث استخلفهم وملكهم على الجبابرة وكفهم وكف شرهم واستخلفوا، فهذا الوعد كما قال رحمه الله خاطب قوم منكم من نزلت الآية وهو مع النبي عليهم على دينه، فقال بعد ذلك ليستخلفنه الأرض كما استخلف الذين قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه شروط الاستخلاف، والمصنف رحمه الله نقل هذا أو قاله كما قاله أو سبقه لذلك بعض العلماء قبله، ومنها العلم من قال هذه لا دليل على التخصيص، هي عامة في استخلاف الله سبحانه وتعالى كل من وفى بهذا الشرط، كل من وفى بهذا الشرط. والصحابة والخلفاء الراشدون هم أول وأولى من يدخل في هذه الآية، استخلفهم الله في الأرض، استخلفهم الله
في الأرض، ومكن لهم في الأرض تمكينا عظيما، وما دار الفلك على مثل ما وقع منهم من الفتوح والنصر والتمكين، وخاصة كما يقول ابن كثير رحمه الله في عمر رضي الله عنه يقول ما دار الفلك على مثله، يعني في ما وقع منه من الفتوح والتمكين حيث امتد الإسلام والفتوح بلاد الشام ومصر وكسرى وفارس، الفتوح العظيمة. وكذلك في عهد عثمان، ولا يلزم من كون ما وقع في عهد عثمان ووقع ألا يكون التمكين حاصل، وكذلك في عهد علي رضي الله عنه فالتمكين حاصل، وليس معنى ذلك أنه لا يحصل شيء من الفتن أو شيء مما يقع بينها الإسلام، هذا لأن الدين قائم والجهاد قائم، ثم هو أيضا في كل من قام بالدين، ثم بعد ذلك يكون التمكين أو جاءت الأخبار في التمكين الأعظم وظهور الإسلام وأن يدخل الإسلام كل بيت، كما في حديث لعل حديث المقدام أو حديث لا إله إلا الله، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به أهل الكفر أو قال الكفار. الحديث حديث من يذكر حديث صحابية حديث من المقدام نعم عزا يعز به الإسلام، هذا عام، وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فالمعنى ليس خاص، فلا نقول الله ما أخبر ولم يقل إن هذا لهؤلاء دون هؤلاء، نطلق الآية، هذا هو الأصل وهذا هو النهج الذي يسلكه ابن جرير رحمه الله في كثير من الآيات، إذا جاء مثل هذا يقول أخبرنا الله بهذا ولم يخبرنا بأنه لهؤلاء دون هؤلاء ولا لهؤلاء القوم دون هؤلاء القوم، فلهذا يقال بالعموم. نعم قال وقال نعم نعم حديث تميم الداري عند أحمد، عند أحمد عندك سنادة؟ نعم سنادة ايش قال عنه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سليم عن سليم قال حدثني سليم بن عامر قال عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وهذا ظاهر الإسناد صحيح، يقول وعد الله نعم وقال مكن الله ذلك لهم آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون ولا يخيف العدو ولا يخيفهم العدو، وهذا لكل من أخذ بهذا الشرط ولله الحمد. نعم وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول وقال
وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم واستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم أبدا لن تقاتلوا معي عدوا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم القعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذه الآية مع الآية التي بعدها أراد المصنف أن يستدل بها كما تقدم، وهذا لعله هو الذي ذكره الشافعي رحمه الله، وكذلك هذه في قوله سيقول مخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون بل كانوا لا يفقهون إلا قليل. لا فهم لهم وهذه الآية في سورة التوبة، وهذا على أن المخاطبين في سورة التوبة هم المخاطبون في سورة الفتح لكن يعني ظاهر القرآن يعني أن هؤلاء في سورة التوبة بعد ذلك ولا في سورة الفتح، هؤلاء في سورة الفتح في الذين تخلفوا عن غزوة الحديبية ولم يخرجوا. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة قالوا ذروا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، والله عز وجل أخبر أن هذه المغانم لمن كان خرج معه عليه الصلاة والسلام، وعدكم الله مغانم يريدون أن يبدلوا وعد الله، لأن الله قال وعدكم الله مغانم كي تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فالله عز وجل وعدهم مغانم لما فاتتهم مغانم في الحديبية في فتح مكة، يسر الله لهم بعد ذلك في لما دعوا إلى قتال من قاتلوهم في هوازن وغير ذلك فعوضوا مغانم بعد ذلك. فقال ذروا نتبعكم يريدوا أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله مغانم فسيقولون بل تحسدوننا بل كان لا يفقهون إلا قليلا. قالوا بظنهم، وهذا من جهلهم وأنه لا فهم لهم كما قال العلماء. فهذا هو الظاهر والله أعلم كما تقدم. ولهذا ستأتي الآية بعدها ليستدل بها على تثبيت هذا القول وأن هؤلاء الذين دعوا لم يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما دعاهم الصحابة بعد ذلك في القتال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولهذا قال وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. نعم، أو أن أيضا أن الذين أيضا في غزوة الحديبية ليس في الغنائم التي بعد الفتح، لا في غنائم حنين. نعم، المراد غنائم حنين بعد فتح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. الحديبية فتح عظيم، فتح وهيأت ويسرت أمورا عظيمة، فالله عز وجل بعد ذلك يسر لهم مغانم. وكانت غزوة الحديبية غزوة حنين في عام 7 بعد الحديبية، وهذا هو المراد وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فعوضوا بالغنائم التي فاتتهم، أو عوضوا لما لم يحصل لهم دخول مكة لأنه وقع الصلح أن حصل ما حصل يوم حنين فأصابوا غنائم كثيرة. وهذا هو الذي أراد المنافقون أن يشاركوهم وأن يبدلوا قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقول بل تحسدون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما وتوليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وسيشرح المصنف رحمه الله هذه الآية ويبين وجه الدلالة، وإن كان الأظهر خلاف ما ذكر وهو الذي عليه المحققون المفسرين كابن جرير رحمه الله، وهو الذي ينتظم من جهة المعنى كما سيأتي إن شاء الله. نعم. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إيذاناً من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلاً لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. نعم، هو يريد رحمه الله يقول إذا كان هؤلاء والذين كانوا في عهد رسولنا أحيان خوطئوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة بكر وعمر وعثمان، فوجب لهم بطاعتهم الأجر، وإذا انتظم لختام أبي بكر فهو في خلافة بقية الخلفاء الراشدين، بقية الخلفاء الراشدين. لكن لا دليل على ما ذكر رحمه الله، لأن الله قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فيجوز هؤلاء أن هؤلاء القوم هم من قاتلوهم في هوازن، وقد يكون قوما قبل ذلك، وقد يكون كما قال بعضهم فارس والروم، فالله أعلم. فالله عز وجل لم يخص قوم من قوم، فلهذا تكون الآية عامة في كل من دعي من هؤلاء أو من جنس هؤلاء إذا دعي إلى قوم أولي بأس شديد لأن يقاتلوهم حتى يسلموا أو يسالموا، يسلموا أو يسالموا، فالمعنى تقاتلونهم إلى أن يستسلموا ويسالموا أو يسلموا. والمقصود من الجهاد ليس القتل، المقصود حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم. ولهذا اختار جمع من أهل العلم ورجح العلامة القيم رحمه الله في أحكام الذمة، وهو الظاهر من أدلة، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، فلا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم. فالآية عامة وليست خاصة، وهذا أظهر من جهة المعنى، وهو ما وقع في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر من نصرة الدين، وما وقع في عهد أبي بكر رضي الله عنه من قتال أهل الردة، ثم بعد ذلك ما وقع من عمر رضي الله عنه والصحابة جميعا معهم من الجهاد وفتح بلاد الشام وفارس ومصر وغيرها، هذا أمر ظاهر في التاريخ. فالآية عامة لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بعده، فلم تخص قوما من قوم كما يقول ابن جرير رحمه الله. نعم. للتنبيه شيخنا في سند آخر في الأطراف عند الإمام أحمد عن المقداد. بالنسبة للحديث قال الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا الوليد بن مسلم، هذا الجرجسي ثقة. نعم. ثقة. نعم. قال حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر هذا قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم. في عبد الرحمن بن يزيد بن تيمية ضعيف، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. نعم. قال سمعت المقداد بن الأسود يعني الشامي، سليم بن عامر خبائري. نعم. شامي أيضا، فالإسناد شامي. نعم. نعم. قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الثاني كنت أذكر أيضا. نعم. المقداد إيش قال؟ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. السماع سليم لك من سليم، سليم سماع من مقداد. نعم. سمعنا سمعة لا لا المقداد، المقداد
البغدادي الآن. تيم مضى حديث التيم. قال على سماع الشيء. قال وثقه ابن حجر شيخنا. لا لا ليس ثقة، هو ثقة من ثقة. لكن سماع من المقداد. سماع سليم هل سمع؟ إيش قال على التعليق؟ قال سمعت. نعم صرح شيخنا. إيش قال؟ قال سمعت المقداد من. قال سمعت المقداد من الأسود يقول. على التعليق؟ نعم لا ليس على التعليق. على التعليق؟ لا ليس على التعليق شيخنا. نعم خلاص. وثقه ابن حجر تكفي، يكفي توثيقه شيخنا. لا السماع ليس ثقة، وثقة قد يكون الذي أرسل من أوثق الناس كلام السماع. يعني هل سمع ولا ما سمع؟ صرح. هل خلاص إذا صرح خلاص صرح. نعم بارك الله فيك. فيك بارك شيخ. جزاك الله. طيب نعم. قال ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. وهذا في الحقيقة من أعظم ما يستدل به العلماء وخاصة المتقدمون، دائما يستدلون بالإطلاق والعموم، والمتقدمون لا يفرقون بين الإطلاق والعموم. والبخاري رحمه الله له في صحيح رحمه الله بالأخذ بإطلاقات النصوص العجب العجاب من تأمل تراجمه رحمه الله. العموم ولهذا ذكر في صحيح رحمه الله بابا ما معناه، يعني باب إقامة الجمعة في القرى أو شيء من هذا، وأن أمير الأبلة كتب إلى الزهري يسأله هل يقيم الجمعة أو لا يقيمها، فكتب إليه الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وأن هذا يدخل فيه كل من له ولاية. هذا استدلال قديم لأهل العلم. الإمام الزهري والبخاري رحمه الله دائما ما يعتني بالعمومات والإطلاقات، ولا ترى في هذه التراجم الشيء العظيم مما يكون دليلا في مسائل لا تتكلف فيها الاستدلال. قال رحمه الله في قال رحمه الله ذكر في صحيح رحمه الله باب التسمية عند الوقاع وفي كل شيء، أو الوقاع وفي كل شيء. وذكر أيضا على حديث عائشة رضي الله عنها قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. لو يعني استدل العلماء دخول المسجد، إذا دخل المسجد دخل بيمين، مع ما هناك دليل يدل على مشروعية، دليل نص أو فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سيتقدم يمينه. البخاري يقول باب التيمم في دخول المسجد، وساق حديث عائشة كان يعجبه التيمم، وإن كان ورد عند الحاكم أن من السنة البداءة باليمين، وحديث اختلف في ثبوته، بعضهم رجح وقفه على أنس، وساق عن ابن عمر الدخول باليمين ولم ويعني يذكر من وصله، وبعضهم بيض له. فالمقصود أن البخاري رحمه الله يعتني بالإطلاقات والعمومات ما يكون مفيدا لطالب العلم في عدم التكلف الاستدلال، بل يأخذ بالعموم. ومن هذا ما ذكر مصنف رحمه الله يقول إن الله عز وجل لم يستثن وقتا دون وقت، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والله سبحانه وتعالى يعلم أن إقامة الجمعة كله يقيمها، وكان يعني قبل ذلك كان من يقوم بالجمعة والجمع أو كذلك إمامة الصلاة يقوم بذلك الولاة، فلم يستثني أحدا سبحانه وتعالى، فدل على أن الصلاة صلى خلفهم الجمعة وغيرها. لكن غير الجمعة أو إذا كانت هذه الصلاة التي تقام مثلا أمكن أن تقام خلف من كان عدلا مستكملا للإمامة هو الأكمل، لكن إذا لم يتيسر غيره
فلا يجوز التخلف عن الجمع والجماعات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أناس مغموص عليهم في دينهم. في البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي خلف مروان بن الحكم كما في صحيح مسلم. وكذلك ذكر أن عم مسعود كان يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قصته معروفة في صحيح مسلم، وأنه صلى بالفجر وقال أزيدكم، كان واليا لعثمان بالكوفة، والمختار بن عبيد وأمثاله، عبيد الله بن زياد، كان الصحابة يصلون خلفهم رضي الله عنهم مع ما هم متهمون به. فلا يجوز ترك الجمع والجماعات بعد إقامتها، لكن قال العلماء إذا كانت الجمعة مثلا إذا كانت الجمعة يقيمها الواحد مثلا من الناس، أو الجماعة يقيمها الواحد من الناس وأمكن، وكان هذا الذي يقيم الجمعة مبتدعا ضالا مثلا وأمكن يصلى في مكان آخر، كان يصلى في مكان آخر خلف شخص ليس متهم بدعة، كان هو الأكمل والأتم إذا تيسر ذلك، كان هو الأكمل والأتم إذا تيسر ذلك، بشرط ألا يترتب على التخلف عن الصلاة معه فتنة أو شر. لكن لو ترتب على ترك الصلاة في هذا المسجد مثلا فتنة أو شر أو تفرق أو نزاع فإن يصلي، إلا إذا كانت البدعة بدعة يكفر بها صاحبها، فهذه لا تفصيل عند العلماء. ومن كان يكفر بدعة، من كان كافرا مرتدا إنه لا يصلى خلفه، لكن ما كان من أهل البدع والمعاصي الكبار نحو ذلك ولا يمكن الصلاة إلا في هذا المكان أو لا يمكن الصلاة إلا خلفه، فلا يجوز التفرق وعدم إقامة الجمعة. قال البخاري رحمه الله بوب في صحيح باب إمامة المفتون والمبتدع. قال الحسن وقال الحسن، يقول البخاري وقال الحسن صلي وعليه بدعته. وروى بسنده عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه صحابي صغير، قال دخلت على عثمان وهو محصور فقلت يا أمير المؤمنين إنك أمير عامة وقد نزل بك ما نزل ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج من ذلك. قال عثمان رضي الله عنه وهو محصور حصروه فقال الصلاة خير ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. أمر بإقامة الصلاة، والصلاة خلف من جاء يقود الفتنة لقتل عثمان رضي الله عنه هكذا كانوا رضي الله عنه. وأمر من جاء ألا يدفع عنه، وكل من جاءه بنصرة من الصحابة قال أنت خارج خير منك داخل. يقول لما جاءه الصحابة رضي الله عنهم قد أخبر النبي عن هذا الأمر، فالمقصود أن هذه الفتنة توقعت في عثمان رضي الله عنه، أمر أن يصلى ولا تترك الجماعة. نعم. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوره. نعم، كذلك الجهاد، وهذا محل اتفاق، يجاهدون خلف الأئمة، يرون إقامة الجمعة والجماعة وهذا الدين قائم. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير في نواصي الخير الأجر والمغنم، والجهاد عليه والجهاد باق، ولم يستثني أحدا من أمة عليه الصلاة والسلام كما تقدم. فالواجب هو الجهاد مع هؤلاء الأئمة ونصرتهم والقيام معهم وعدم التخلف عنهم، لأن في التخلف عنهم من المفاسد والضرر ما يربو على هذه المصالح وتكون مفاسد عظيمة. فلهذا قالوا يرون جهاد الكفار معهم وإن وقع منهم ما وقع، وهكذا كانت طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو محل اتفاق منهم. نعم. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. نعم، وكذلك الواجب على الناس وأهل العلم
عليهم الدعاء لولاة الأمر، يدعون لهم بالصلاح والإصلاح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا الدين النصيحة، الدين نصيحة. رواه أبو داود وهو عند مسلم مفردا، هذا من حديث تميم الداري، وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال فيهما: قلنا لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صلاح الولاة صلاح عظيم، صلاحهم صلاح عظيم، فيدعو لهم بالصلاح، أن بصلاحهم وصلاح بطانتهم. وهكذا أهل العلم يدعون بصلاحهم. والإمام أحمد رحمه الله مع أنه كان يدعونه إلى خلق القرآن كان يدعو لهم ويقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان رحمه الله. نعم. ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا يرون الخروج بالسيف. ولم يقع هذا إلا وقعت المفاسد والضرر، ومن تتبع التاريخ وجد ذلك لما فيه من المفاسد والضرر على البلاد والعباد، حتى يؤول الأمر إلى فتن وإلى ضلالات حين يكون الخروج عليهم. هذا الواجب هو الصبر عليهم. لو وقع ما وقع مثلا ورأى أمور، فالله عز وجل: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الواجب. وإذا رأى أمرا يكرهه يصبر ويدعو بالخير ويدعو بالصلاح لولاة الأمر ويجتهد في بيان الخير، هذا هو الواجب. وليس كل منكر ينكر، بل قد يكون الإنكار هو عين المنكر. والواجب هو التغيير بقدر ما يتيسر، ليس مسألة إنكار، الواجب هو التغيير بقدر ما يتيسر. نعم. ولا القتال في الفتنة، ولا القتال في الفتنة. قف الآن، القتال في الفتنة لا يجوز، لأن الفتنة حين تحصل، الفتنة لها معاني، لكن الفتنة حين تكون فتنة بين الناس على مال، أو فتنة في قتال والعصبية والقتال الذي يكون على سبيل البغاء، هذا فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القائم فيها خير من الساعي، أو الماشي فيها خير من الساعي، القائم خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم. من استشرف لها استشرفت له، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنم. قالوا: فمن لم يكن بغنم؟ فقال: فلينجو. وجاء في رواية عن أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم. وعند أبي داود: كونوا أحلاس بيوتكم. وعند أبي داود: كن كخير ابن آدم، يعني كن عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل. فإن خشيت أن يصيبك وهج السيف فضع رداءك، يعني لو دخل عليك بيتك، لأنها فتن. وفي صحيح مسلم عن معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام العبادة، قال: العبادة في الهرج كهجرة، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يغفلون العبادة، وتجد في حال الفتن وفي حال الشرور كثير من الناس يبتلى والعياذ بالله، يستوشي الحديث ويكثر الكلام، وخاصة اليوم تبع الوقائع والحدائق والوقائع والأحداث التي تثير الفتن، وينشغل عما فيه الفائدة من العلم والعبادة والدعوة والعلم النافع والعمل الصالح. ولا علاج للفتن إلا بالتقوى. قيل: طلق الحبيب، الفتنة قائمة. قال: أطفئوها بالتقوى. فإطفاؤها يكون بالتقوى، وذلك أن الذي يحرص على العبادة يكون عاملا بالسنة، ولا كان أجره قال: كهجرة إلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.